بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا ولاد بإذن الله آخر درس في منهج رياضيات الصف السادس، الدرس الثالث والأخير في الوحدة الـ13، تطبيقات حياتية على حجم متوازي المستطيلات. الشكل اللي قدامنا ده مجسم متوازي مستطيلات له 3 أبعاد، الطول لينث والعرض ويتس والارتفاع هاي. طب إزاي بنجيب حجم متوازي المستطيلات؟ بنضرب الطول في العرض في الارتفاع، اللينس في الويدث في الهاي، نجيب الفوليوم. طيب لو ما كانش عاطين الطول والعرض والارتفاع متفصصين وضمين الطول والعرض معا، يبقى حجم متوازي المستطيلات قانونه ايه؟ مساحة القاعدة بتاعت متوازي المستطيلات في الارتفاع اللي طالع لفوق، مساحة القاعدة في الارتفاع. وبالانجليش البي في الاتش، ادي القانونين بتاع متوازي المستطيلات. تعال نطبق اللي انا قلته على مثالين بالارقام. ده متوازي مستطيلات، يلا مع بعض نشوف الطول بـ5 والعرض بـ4 والارتفاع بـ2.5. طب ازاي نجيب الفوليوم الحجم؟ ال ال في الدبليو في الاتش، الـ5 في الـ4 في الـ2.5، هتطلع الإجابة 50. يبقى حجم متوازي المستطيلات إيه؟ 50 سنتيمتر مكعب. يقوم يجي ولد يقول لي: مستر، مش أنت كنت بتشرح المرة اللي فاتت المنشور والهرم؟ أقول له: آه. يقول لي: كنت بتقول سنتي مربع. أقول له: اخصى عليك، اللي فاتت كانت مساحة لكن دي حجم. طب واحدة كمان، ده متوازي مستطيلات، أدي طوله ودي عرضه ودي ارتفاعه. ايه يا مستر ده نفس الايه المسألة، نفس الايه المسألة. اقول له: نفس المسألة ولكن هنعمل حاجة غريبة. ايه هي؟ ناخد الطول والعرض سوا، احضرهم الاول. 5 في 4 بـ20، يبقى دي مين؟ دي مساحة القاعدة يا ولاد. دي مين؟ مساحة القاعدة 5 في 4 بـ20. طب بعد ما جبتها اخدها واضربها في الـ2.5، هتطلع برضو 50. يبقى حجم متوازي المستطيلات 50 سنتيمتر مكعب. يبقى المستر جاب الحجم بكم طريقة؟ بطريقتين، اما ضرب مباشر طول في عرض في ارتفاع، او ضرب متجزأ مساحة القاعدة في الارتفاع. يلا مع بعض ناخد فكرة جديدة يا ولاد. بيقول لك ايه لو انا قلت لك عندي متوازي مستطيلات واديت لك طول وعرض وارتفاعه، يبقى الراجل ده طيب ولا شرير؟ ده طيب وابن حلال. طب نقدر نجيب الحجم؟ ايوه، اضرب الطول في العرض في الارتفاع، 10 في 4 في 5 طلعت 200. طب دي سهله يا مستر حامد، امال ايه الجديد؟ الجديد في اللي هقوله دلوقتي يا ندى. بيقول لي: تعالى نعمل حاجه ظريفه قوي. ايه هي الحاجه دي؟ قال لي: اختار لي بعد من الـ3 ابعاد دول. قلت له: اخترت ال10. قال لي: تعالى نضعفها. قلت له: يعني ايه نضعفها؟ قال لي: يعني نخلي قدها مرتين، 10 اضربها في 2 تبقى 20. قلت له: طب والاربعه والخمسه؟ قال لي: لا 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 لا، سيبهم زي ما هم، احنا هنلعب لعبه مع بعض، نضاعف واحد منهم، ضاعف ال10 بقت 20. طب تعالى نضربهم مستر حامد الجداد. ضربناهم الجداد، طلعت الاجابه 400. عايز يعني ايه يا عم؟ قال لي: عايز اشوف العلاقه بين الاجابه القديمه وبين الإجابة الجديدة، بين الـ200 وبين الـ400. حد وصل لمعلومة؟ أيوة، لو ضعفنا بعد بس نعمل علاقة بين الـ400 وبين الـ200، ده الـ400 قد الـ200 مرتين، على الـ200 فيها الواحد، على الـ200 فيها الـ2. دي مين دي؟ دي النسبة يا ولاد بين الجديد والقديم. لو ضاعفنا بعد واحد تبقى النسبة بين الجديد والقديم 2 لـ1. يقوم يجي يلعب معايا اللعبه الثانيه. طب تيجي يا مستر حامد نضاعف بعدين؟ قلت له: يعني ايه؟ قال لي: يعني نجيب قد حاجتين مرتين. فانا اخترت مين؟ ال10 قدها مرتين يبقى 20، واخترت ال5 قدها مرتين يبقى 10، ونضرب الثلاث ايه اعداد، طلعوا 800. قال لي: طب ايه علاقه ال 800 بال 200 القديمه؟ ادي 800 الى 200، نحذف 0 مع 0 تبقى 4 إلى 1. يبقى لو ضعفت بعدين يبقى النسبة بتاعت الجديدة إلى القديمة 4 إلى 1. يقوم يجي يقول لي: تعال نلعب لعبة ثالثة. تيجي نضاعف الـ3 أبعاد، نعمل إيه؟ خلي الـ10 20، خلي الـ4 8، خلي الـ5 10. يبقى أنا جبت قدها مرتين، ونضرب الـ3 إجابات، طلعت 1600.
طب يا ترى ايه علاقة ال 1600 بال 200؟ نعمل بينهم نسبة، ادي ال 1600 الى 200، صفرين مع صفرين تبقى 8 الى 1، يبقى نطلع بمعلومات مهمة. لو ضعفت بعد واحد من ابعاد متوازي المستطيلات تبقى الاجابة كام؟ 2 الى 1 وبتقرأ من الشمال. طب لو ضعفت بعدين من ابعاد متوازي المستطيلات يبقى الجديد الى القديم او الجديد الى الاصلي 4 الى 1. طب مين الاربعة ومين الواحد؟ الاربعة الجديد لانها هي اللي كبرت، والواحد القديم. طب لو ضعفنا 3 ابعاد يبقى النسبة بين الجديد والقديم كم الى كم؟ 8 الى 1. طب دول اعرفهم طبعا، ده يجوا في الامتحان اكمل بنفس الصيغة يا ولاد، ده دول مهمين جدا جدا جدا. طيب تعالوا مع بعض نشوف تطبيق جميل. متوازي مستطيلات واداني حجمه، شكرا. بيقول لي حذر فذر يا مستر حامد، لو ضعفت ابعاده الثلاثة تعرف تقول لي يبقى الحجم الجديد كام؟ اقول له لا ما اعرفش، تتحل ازاي؟ قال لي طب تعالى وانا اقول لك. هنعمل جدول صغير نكتب الحجم الجديد والحجم الاصلي. قلت له اوكي. قال لي هو حجمه الاصلي كام؟ اهو موجود في المسألة، رحنا حاطين العدد ده في الاصلي. طب عشان تجيب الجديد ده تجيبه ازاي؟ لازم استغل العلاقة اللي لسه قايلينها، ان لو ضعفنا ابعاده الثلاثة الجديد ياخد 8 والاصلي ياخد 1، ونجيب المكان الفاضي ده بطريقة المقص يا ولاد. ده في ده على 1، الواحد تحت ملوش تأثير. اضرب دي في دي تبقى الاجابة 270 سنتيمتر مكعب. تعال نشوف اخر فكرة معانا، مش اخر شريحة، اخر فكرة في المنهج، ازاي تجيب حجم متوازي المستطيلات ولكن بطريقة التقدير وطريقة الحجم الفعلي. هو ايه الفرق يا ولاد بين الكلمتين؟ كلمة التقدير يعني مش حقيقية، يعني حاجة قريبة، حاجة قريبة. نجيب التقدير ازاي؟ قال لك بص للأعداد، دي 7.5 نعتبرها 7، دي 4 جميلة سيبها 4، دي 9.25 نعتبرها 9. ايه يا مستر حامد اللي انت بتعمله؟ فهمنا. اقول لك بنعمل ايه؟ نعمل التقدير للحد الادنى. يعني ايه الحد الادنى؟ يعني لو 7 وي خليها 7 بس، 4 وي خليها 4 بس. يبقى نجيب التقدير بتاع الحجم ازاي؟ 7.5 نخليها 7، 4 سيبها 4، 9.25 خليها 9، واضربهم في بعض هتطلع لي الاجابه كام؟ 252. 252 ايه؟ سنتيمتر مكعب. اللي انا جبته مين؟ الحجم المقدر. طيب ده الراجل عايز الحجم الفعلي، اقول له الحجم الفعلي يبقى نضرب الاعداد اللي جت في المساله اللي هم 7.5 في 4 في 9.25، وتقعد بقى تاخد لك كده نص ساعه لما تضربهم هتلاقي الاجابه كام؟ 277.5. ده مين ده يا جماعه؟ ده الناتج الحقيقي. طب حد لاحظ حاجه؟ ان في اختلاف، ان في اختلاف، يبقى التقدير هنا ماله؟ اكبر من، انا جبت في التقدير 252. طب هل دي حقيقيه؟ لا غير حقيقيه، دي غير حقيقيه لانها تقديريه. طب امال الاجابه تطلع ايه؟ اكبر من ده. الاجابه التقدير بتاعها اكبر من ده. طب عرفت منين انها اكبر؟ لان انا قللت دي وقللت دي، فما دام قللت يبقى الحقيقه هي الاكبر. تمام تمام، نقدر نعمل المثال الثاني والثالث ونطبق عليه. تعال بقى الوقت لسؤال اكمل جميل، حجم متوازي المستطيلات. الله، ده سأله مرتين هنا بثلاث اماكن، ما دام بثلاث اماكن يبقى القانون اسمه ايه؟ الطول في العرض في الارتفاع. طب لو بمكانين نضم الطول والعرض معا ويبقى العنوان اسمه ايه؟ مساحة القاعدة. السنتيمتر مكعب وحدة من وحدات قياس مين؟ وحدة من وحدات قياس الحجوم. الحجوم متوازي مستطيلات ابعاده اهي، عايز حجمه، اقول له نضرب الثلاثة في بعض. طب لما اضرب الثلاثة في بعض 2.5 في 4، 2.5 4 مرات ب 10، 10 في 5 ب 50.
المستر عملها ايه؟ عقليا. طب دي مساحة القاعدة اهي، والارتفاع اهو، ازاي نجيب حجمه؟ ازاي نجيب حجمه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. تقدر يا مستر حامد تجيب الاجابة عقليا؟ اه. مش دي واحد ونص؟ اه. 32 في واحد ب 32، و32 نصها 16، اجمع الاجابتين يبقى 48 عقليا يا ولاد. السؤال بتاع المضاعف اهو، لو ضعفنا بعد يا مستر حامد، بعد واحد من ابعاد متوازي المستطيلات، تعرف تقول لي النسبة بين الجديد والاصل كام؟ اقول له اه 2 إلى 1، طالما ضعفت بعد واحد. اللي بعده، لو كان حجم متوازي المستطيلات 300 يا مستر حامد، لو ضعفت بعدين تعرف تقول لي يبقى النسبة إيه؟ ضعفنا بعدين من ابعاده، تعرف تقول لي الحجم الجديد يبقى كام؟ اقول له استنى استنى، ضعفت كام بعد؟ قال لي بعدين. ما دام ضعفت بعدين يبقى النسبة كام؟ مين فاكر؟ 4 إلى 1. بس يا مستر حامد استنى استنى، ده عمه مش عايز النسبة، امال عايز مين؟ الحجم الجديد. اقول له يبقى نضرب في 4، يبقى ناخد ال 300 ونضربها في 4، تبقى الإجابة النهائية 1200 يا ولاد. فهمت قصدي؟ مسألة جميلة فيها ذكاء وفيها تشغيل مخ يا جماعة. ماشي ماشي، نيجي للسؤال اللي بعده، متوازي مستطيلات ودي أبعاده. لو أنا ضربت التلاتة دول في بعض يبقى أنا بجيب مين؟ حجم متوازي المستطيلات. قال لي استنى استنى، لو ضعفت لك طوله بس تعرف تقول لي يبقى الحجم الجديد بكام؟ قلت له يا عم استنى اما اجيب اصلا الحجم الاصلي. قال لي اتفضل. قلت له نضرب 4 في 3 في 2 تبقى 24 سنتيمتر مكعب. مين اللي عمله مستر حامد ده؟ الاصلي. طب الراجل ضعف طول بس، ضعف بعد واحد، طالما ضعف بعد واحد يبقى نجيب الجديد ازاي؟ نضربه في 2 يا ولاد، لان النسبة 2 الى 1 يبقى 48 سنتيمتر مكعب. مسألتين في منتهى الذكاء. طيب لو تم مضاعفة كل بعد، مالك بتزعق ليه يا مستر؟ علشان كلمة كل بعد يعني الأبعاد الثلاثة، يبقى النسبة بين الجديد والقديم كام؟ يبقى النسبة بين الجديد والقديم 8 إلى 1، دي الحالة الثالثة. نيجي المسألة لفظية، متوازي مستطيلات، عمه ادالك مساحة القاعدة وادالك الارتفاع وبيسأل على الحجم. نجيب الحجم ازاي؟ نختار القانون المناسب. ادانا مساحة القاعدة وادانا الارتفاع، يبقى القانون اسمه ايه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع. هنضرب مين؟ التمانية وخمسة وسبعين من 100، نضربها في 2، 2 في 8 ب 16، و2 في 3 ارباع بواحد ونص، تبقى الإجابة النهائية كام؟ 17 ونص. ده ناتج مين؟ المسألة يا ولاد 17 ونص، وتقدر تضربها في المسودة، والتمييز بتاع الحجم سنتيمتر مكعب. صندوق على شكل متوازي مستطيلات، ادالك الأبعاد الثلاثة بس سأل سؤالين، مرة على التقدير ومرة على الحجم الأصلي، يبقى هنجيب الحجم المقدر. مستر حامد قال لك العدد الصحيح سيبه، طب دي 6 ونص نعتبرها 6، طب دي 1 و2 نعتبرها 1، يبقى الحجم المقدر 4 في 6 في 1، كأن مستر حامد نظف المسألة، تبقى الإجابة 24 سنتيمتر. إيه؟ لا يا مستر متر. ليه متر يا ولاد؟ لأن المسألة جاية بالأمتار يا عبد الستار. يبقى متر إيه يا جماعة؟ متر مكعب. ده الحجم مين؟ المقدر، لكن الحقيقة أكبر من كده، الفعل هيبقى أكبر من كده. ليه أكبر؟ لأن أنا قللته. طب إزاي نجيب الفعل؟ نضرب الأعداد الحقيقية ونطلع الإجابة النهائية ونشوف الإجابة هتطلع كام. هتلاقي الإجابة بعد ما تضرب في مسودة 31 من 10، 31.2 متر مكعب. يبقى حجم الصندوق ما دام التقدير 24، يبقى حجم الصندوق لازم يكون أكبر من 24، لأن ال 24 دي تقديرية يا ولاد، وفعلا طلع أكبر أهو. آخر مسألة، عامل بناء معاه قالب طوب، ودول أبعاد القالب،
قدر حجم القالب ووجد حجمه الفعلي. هنجيب مين التقدير؟ نجيبه ازاي؟ ننظف العلامات العشرية. 3.5 نعتبرها 3، 4.5 نعتبرها 4، 2.5 نعتبرها 2، ونضرب كم في كم يا ولاد؟ اضرب 3 في 4 في 2، اجيب الاجابة مين؟ التقديرية. 3 في 4 ب 12، في 2 ب 24، والتمييز ايه؟ المسألة بالمتر، يبقى متر مكعب. وهسيبك انت تطلع الناتج مين؟ الفعلي. الناتج الفعلي بضرب الابعاد الاساسية، 3.5 في 4.5 في 2.5، وتعال بص نطلع الاجابة بالمتر مكعب ونقارن بين الاتنين. كده خلص درسنا، وخلص مفهومنا، وخلصت وحدتنا ال13، وخلص منهجنا على خير بعد ما طلع روحنا. والله يا رب الدرس والمنهج يكون سهل وبسيط بإذن الله، وإن شاء الله الفترات الجاية هي المراجعة النهائية بإذن الله يا ولاد.